يتجلى الاهتمام العالمي بالمحميات الطبيعية نظرا لأهميتها في المحافظة على النظم البيئية ولما لها من تأثير على بقاء الإنسان في مأمن وتطور حياته وحياة الأجيال القادمة. هذا ما نشهده في محمية المارشال للطيور التي بناها صيدلي سوداني في منزله بالخرطوم، وتوفر للزائرين فرصة نادرة لرؤية أكثر من 100 طائر غريب. محمية المارشال الطبيعية للطيور في السودان تضم أكثر من 100 طائر غريب، وتوفر للزوار فرصة غير اعتيادية لرؤية طيور الحب والببغاوات النادرة من بين أنواع أخرى. هي طبعا محمية صناعية تعمل بنظام بيئي متكامل يسمى إيكو سيستم، وهو ده اللي بيميزه وبيخليها ممكن يعني المحمية الصناعية الأولى في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. تم تدريب الطيور بنظرية تسمى Applied Behavior Analysis ABA. نظرية هي مستخدمة للبشر لكن عدلنا فيها شوية عشان تتوافق مع الطيور، فكان بالنظرية دي قدرنا نحن يعني نروض الطيور في مرحلة أولى، والفهم بتاع الترويج هنا إنه الطيور تقدر تعيش مع بعض. هذه المحمية تمتلئ بالأشجار وبها بركة مياه ونظام أمطار اصطناعي لبقائها باردة دائما وسط حرارة السودان، كما يمكن للزوار زيارة المحمية بشكل مجاني لمشاهدة الطيور وأطعامهم حيث تعد متنفسا للزوار. فبجد يعني حال الطيور هنا كلها أنا أول مرة أشوفها، يعني ما حصل جيت في مكان كده، يعني مكان طبيعي بجد، يعني حاجة ظريفة وأتمنى إن الناس كلهم يجي يزوروها. بالنسبة للزوار السودانيين تعد محمية المارشال تغييرا في عالم الحدائق والمحميات، وصنفوها بأنها استراحة من الروتين اليومي. هو طبعا نوع من التغيير بالنسبة للروتين اليومي، واحد يطلع من الصباح الشغل يراجع نهاية اليوم الشغل، تكرار الحاجات اليومية دي وحاجة كده ترد الروح، يعني تغير الأجواء. ودائما تحافظ المحميات على التوازن البيئي الطبيعي للدولة، كما تعتبر المحميات الطبيعية مركزا طبيعيا للباحثين ولطلاب الجامعات والدراسات العليا.